مرحبا ويعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم بهذا الفيديو الجديد من دورة الـ ICTQB من QAcart. بهذا الفيديو رح نبدأ بقسم اللي هو الـ 1.4.2 بعنوان الـ Test Activities and Tasks، ورح نغوص فيهم واحدة ورا الثانية ونشوف إنه إحنا عنا الـ Test Process تتكون من هاي الـ Activities الرئيسية. أول واحدة منبلش إحنا بالـ Test Planning، بعدين تاني activities monitoring and control، بعدين منبلش بالanalysis، بعدين منبلش بالtest design، بعدين بالtest implementation، وبعدين الexecution، وآخر إشي منعمل الcompletion. هلا كل واحدة من هاي الactivities الرئيسية مكونة من أكثر من activities فرعية، وكل activity مكونة من أكثر من task. وهلا لو نرجع ونشوف الactivities الرئيسية وترتيبهم، او لو نيجي احنا نتطلع على هذا السلايد، احنا اول اشي بخطر ببالنا انه احنا هاي البروسيس بتمشي خطوة ورا التانية. يعني لازم نبدأ planning، لما نخلص planning بنبدأ test monitoring، بعدين نبلش analysis، فبنمشي خطوة خطوة. ولكن هاي المعلومة غلط، لانه احنا احتمال نبدأ باكثر من وحدة بنفس الوقت، وهذا الاشي اسمه بيكون iterative، ورح نتعرف عليها بالشابتر الجاي. يعني هلا انه بما معناه انه احنا احتمال نكون نعمل planning لشغلة وبنفس الوقت بنعمل execution لشغلة ثانية. فهلا اجى الوقت بانه نغوص بكل وحدة فيهم، ورح نبدأ بالtest planning. هلا التست planning بشكل مختصر، لانه رح ندخل بتفاصيله بالشابتر الخامس، بس التست planning هو عبارة عن activities من خلالها احنا بنحدد شو هو الهدف من التست، او شو هي التست اوبجكتيفز، وشو هو الابروتش اللي احنا رح نسلكه حتى نحقق هاي الاهداف. فخلينا ناخذ مثال على سبيل المثال، انه احنا شغالين بشركة وعم نعمل موبايل ابليكيشن زي اوبر على سبيل المثال او كريم. فبمرحلة البلانينج احنا شو بنسوي؟ بنحدد شو الاهداف التست تاعنا، زي كأنه لازم الابليكيشن تاعنا يشتغل على كل اجهزة الاندرويد والايفون على سبيل المثال، وانه الابليكيشن تاعنا لازم يتحمل عدد كثير كبير من المستخدمين اللي راح يستخدموه بنفس الوقت. وكمان فبالتالي من وراء هذول الشغلتين احنا مثلا بمرحلة البلانينج لازم نركز، او لازم نغطي على نوعين، او انه نهتم بنوعين من التست اللي هم البرفورمانس تيست والكومباتيبيليتي تيست، لانه الجول تاعنا انه يشتغل على كل اجهزه الاندرويد والايفون، وهذا الاشي اسمه الكومباتيبيليتي تيست، وكمان انه يتحمل عدد كبير من المستخدمين واللي هو البرفورمانس تيست. وبالتالي راح نحتاج اجهزه موبايل، بس احنا ما بنعرف انه اذا الشركه معها بادجت او معها مصاري انها تدعم انها احنا نشتري موبايل، كل انواع الموبايلات على سبيل المثال حتى نعمل تيست عليها. فمنشوف اذا في موجود بادجت بهاي الشركه، اذا ما كان موجود بدنا بمرحله البلانينج بدنا نحاول نلاقي لنا حل ثاني، زي على سبيل المثال انه احنا نستخدم مواقع زي السوس لاب عشان انه نعمل رن للتيست عليها، او انه نستخدم مثلا السيميوليترز والاميوليترز. فهون أهمية إحنا البلانينج، بنشوف شو الأهداف وبناء عليها بنشوف شو الخطوات، وبنحدد شو الخطوات اللي إحنا بدنا نمشي عليها حتى نحقق هاي الأهداف. فلازم نخطط لكل هاي الأشياء بالتفاصيل. وفي تفاصيل ثانية كمان مهمة اللي هي بتدخل بالبلانينج، حسب إذا كان البروجكت معقد أو لا، وإذا كان في شروط بالعقد أو لا. فكل هاي الشغلات برضو كمان لازم ناخذها بعين الاعتبار بمرحلة البلانينج. هلا لو كان التخطيط سليم وشامل وواضح، فبالتالي راح نكون احنا متأكدين انه بشكل مش بديش احكي انه نكون متأكدين بشكل 100%، لانه هي فعليا بتكون بعدها بلانينج، بس لو عملنا بلانينج بطريقة كويسة فاحتمال كبير انه نتجنب انه نوقع باغلاط بالمراحل المتقدمة. عشان هيك مرحلة التست بلانينج هي مرحلة كثير مهمة. طيب هلا خلينا نتخيل انه احنا طلعنا بالبلان وبلشنا الشغل، هل معناه انه هاي الخطة صارت اشي مقدس ما بنقدر نغيره؟ الجواب انه اكيد لا. هلا هاي الخطة بتتغير حسب الفيدباك اللي بيجي من المرحلة القادمة، واللي هي مرحلة المونيتورينج اند كنترول. وفي اشي مهم
جدا كمان لازم نعرفه بمرحلة البلانينج، اللي هو انه احنا لازم نحدد معيار نجاح لكل اشي حطيناه بالخطة. زي مثلا نعتبر رح نعتبر انه شغال تمام على الاندرويد اذا اشتغل على الفيرشن الاندرويد 7 وطالع على سبيل المثال، او انه رح نعتبر انه بيتحمل عدد كبير من الناس اذا كان شغال تمام مع 100,000 مستخدم بيستخدموه بنفس الوقت. وهذا المعيار احنا بنسميه المتريك، وهذا بشكل عام التست بلانينج والاشياء اللي احنا بنسويها بالتست بلانينج. وبهاي المرحله بيطلع منها اوتبوت او بيطلع منها ورك برودكت، وهاي الورك برودكت هي التست بلان. فلو اجاكوا سؤال عن التست بلانينج، حاولوا دوروا على اشي اسمه define objectives او approach اللي احنا بنمشيه حتى احنا نحقق هاي الاوبجكتيف، او انه التست بلان مش اشي مقدس احتمال احنا نعدل عليها بناء على الفيدباك اللي بيجي من المونيتورينج اند كنترول. واهم اشي انه الاوتبوت من هاي المرحله اللي هو التست بلان. فهذا الفيديو تاع اليوم، وخلصنا فيه التست بلانينج، وبالفيديو الجاي راح نفوت بالمونيتورينج اند كنترول. يعطيكم العافيه.